لأي حد عامل لي فولو أو يعرفني هيعرف إن أنا اسمي مونيكا صدقي، في كلية صيدلة، عايشة في القاهرة وبدرس. جالي من كام يوم حد عامل أكاونت على الفيسبوك باسم سلمى حجازي، خد صورة من صوري وكتب كلام وحش جدا، دخل في جروب أنا مش عارفة ازاي لسه قدرت اعمل جروب زي ده. المهم يعني انا حاولت اقفل الاكونت اتقفل الحمد لله، بس عندي مشكلة ان شعبي اللي ما بيرحمش واخذ كله السكرين شوت على الكلام ده وقصص الاسم وعامل من اللي كاتباه وكله عامل ينزلها في كل حتة، بيج جروبس بنات ولاد، انا مش عارفة اعمل ايه. انا مش عارفة اعمل ايه، انا مش عارفة انتوا ما عندكوش رحمة، مثلا ما عندكوش رحمة. انتوا ممكن تكونوا عارفيني انا اشتغلت فترة في مجال الموديلنج وسبته عشان اثر على دراستي، قلت اخلص دراستي واشوف عايز ايه في حياتي، طبيعي اي حد يعني بيجرب يشتغل هو بيدرس بيعمل اي حاجة طبيعي. ناس كتير ما تعرفنيش مثلا، تعرفني شكلا عاملة لي فولو، انا ما بعرفش اتكلم لايف، انا ما بعرفش اتكلم مع الناس في فيديو، بس انا لازم اطلع اقول الكلام ده عشان اتعبت انا 50 حاجة معمولة، لا اروح ابلغ على ايه ولا ايه؟ وكل ما اروح يعني اكلم واحدة تروح تمسح لي كومنتس وناس تاني البيج دي يقولوا لي يا ستي فكك انت مش شايفة جايبة قد ايه كومنتس.